الانطلاقات تتجدد مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وانطلاقة شوطنا هنا الرابع في مجموع الأشواط، ثاني أشواط القعدان بالانطلاقات بالتحديات الجميلة هنا والإثارة. نصير هنا مع انطلاقة التحدي، نصير مع هنا الشفاف على الصدارة، أو الشفاق هنا على الصدارة وعلى المركز الأول. الشفاف نعم لمعيوب بن سلطان بن يابر المطيوعي من ينطلق مع الشفاف على الصدارة وعلى المركز الأول. يأتينا هنا مناور سهيل بن سعيد بن محمد بن دنون العفاري على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث شاهين سيف بن محمد بن سيف بن عبد الله بن عفرة المطيوعي، والوصول من شاهين سالم بن حميد بن محمد الشامسي على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك سلهود سالم بن بخيت بن ديول الدرمكي من الجانب الآخر على خامس المراكز، ولكن الشفاف على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. معيوف بن سلطان بن جابر المطيوعي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، ولكن الله الانطلاقات هنا 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 والتحديات. السلوم شاهين 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 ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سيف بن محمد بن سيف بن عبد الله بن عفرة المطيوعي، ولكن من الجانب الآخر شاهين، من الجانب الآخر سالم بن حميد بن محمد الشامسي، وصل بن علوبة مع سلهود هنا قادم سلطان بن مبارك بن سالم بن علوبة العامري. يا الله التحديات الأخيرة، التحديات الأخيرة في هذا الأداء، ولكن شاهين ينطلق، شاهين 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 يتسلل على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. سالم بن حميد بن محمد الشامسي، سلام سلام مدينة العين، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا هنا لسالم بن حميد بن محمد الشامسي على هذا الفوز. المركز الثاني شاهين سيف بن محمد بن سيف بن عبد الله بن عفرة، مركز الثالث سلهود سلطان بن مبارك وسالم بن علوبة العامري. والتوقيت الزمني دقيقتين و14 ثانية هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.